يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أدركنا بعض أجدادنا وعندهم بعض الشركيات التي كانت في أزمنتهم وماتوا وهم عليها لجهلهم. سؤال: هل ندعو لهم ونستغفر لهم؟ الذي يموت وهو يدعو غير الله لا تستغفر له ولا تقول إنه جاهل، اتركه مات على الشرك لا تستغفر له. نعم، وكونه جاهل هذا الله أعلم به، بينه وبين الله ما ندري، لكن نحن نعامله بما ظهر لنا ونطبق عليه الحكم بحسب الظاهر لنا. نعم.